ناكل بدنا ننا. غزة اليوم على أبواب المجاعة بالمعنى الحرفي للكلمة. سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة. غزة أسيرة وهم جديد من أوهام قائد حماس يحيى السنوار. جايين من الجوع، لا جايين نحارب ولا يعتبرونا إرهابيين ولا مخربين زي ما بيحكوا. الأخبار بتقول إنه السنوار مش على السمع ليتفاوض حول الهدنة والأسرة، يمكن بفضل تستمر الحرب برمضان لعل وعسى تنتفض الضفة الغربية وعرب إسرائيل. ومش أول مرة السنوار براهن غلط. لما أمر بعملية 7 أكتوبر كان بيعتقد أنه جبهات محور المقاومة كلها رح تفتح. لما الحرب بلشت راهن أنه ما في توغل بري. لما بدأ التوغل البري اعتقد أنه لا التوغل مجرد استعراض. الصحيح أنه إسرائيل احتلت غزة بالكامل، أو اللي باقي من غزة بالكامل. حتى هالشي ما وقف أوهام السنوار، قال لك غزة ستكون مقبرة للاحتلال، يعني خوض على عمليات وخوض على انتصارات. غزة اليوم على أبواب المجاعة بالمعنى الحرفي للكلمة، وأكبر انتصار أنك تلاقي رغيف خبز، هيدا أكبر انتصار. مع ذلك بعده السنوار مكمل، ويمكن عم بيقول كل اللي صرفناه 30 ألف قتيل من رصيد 2 مليون، مين بيحكي فيهم صح؟